إذا المحامي أخطأ في حق قاضي أو مسؤول أو ضابط أو غيره نحاسبه تأديبياً. نحاسبه تأديبياً، وإذا قاضي أو وكيل نيابة أو ضابط غيره في حق المحامي نحاسبه أيضاً قانونياً طبقاً للقانون، ولا بد أن يساءل أي مخطئ في هذا الأمر، لكن أيضاً بإدارة حسنة للموضوع. أنا النهارده وأنا جاي عديت على مدير أمن الزقازيق الشرقية واتفقت معاه على إنه هيدعو مجلسي نقابة الشرقية شمالها وجنوبها في اجتماع مشترك هو ومأمور الأقسام والمراكز ورؤساء المباحث المعنيين مع نقيبي وأعضاء مجلس النقابة على مستوى المحافظة كلها في اجتماع مشترك علشان يتدارسوا ويضعوا ضوابط لتفاصيل العلاقة اليومية بين المحامي وبين ضابط الشرطة. هنحيي مرة أخرى البروتوكول اللي احنا وقعناه مع وزارة الداخلية. تم هذا وأنا أمامكم بأكلف النقيبين بالتوافق مع مدير الأمن عشان يحددوا الميعاد. علشان ما حدش يتكلم في شك ويقول له أصل الضابط شخط فيا، أصل الضابط مش عارف دخلني مش عارف إزاي، أصل وقفني، كل التفاصيل دي عيب إن احنا نشتغل بيها. دي لازم تخلص يوم بيوم وساعة بساعة. وضابط المباحث اللي يغلط يتحاسب، والمحامي اللي يغلط يتحاسب، علشان نبقى منصفين، علشان نبقى حق. انا عايز محامين تعرف تدافع عن حقها وتحمي حقها، ومن اصول دفاعك عن حقك انك ما تخطئش، لانك لو اخطات بتضيع حقك. يعني لما بترفع القضيه غلط بتضيع حقك، حتى لو كنت صاحب حق. تبقى صاحب حق وترفع قضيتك غلط بتخسرها، واحيانا الحق بيضيع بالاجراء الخطأ. اذا المحامي قيمة كاملة، قيمة كاملة. ما ينفعش المحامي يقول أنا عايز محامي، أنا مش هشغل ورا كل محامي، محامي يقولوا له وسعوا له شوفوا له خليه يطلع، ما حدش يكلمه، ما تزقوش، ما تشخطش فيه. لا لا، أنتوا مسؤولين عن أنفسكم، أنتوا داخلين على مرحلة تانية، مرحلة أعلى، مرحلة أهم. مسؤول في مظهرك، مسؤول في سلوكك، مسؤول في علاقاتك، مسؤول في كل القيم اللي أنت بتتعامل بيها.